من رحم معاناة بيت فقد عموده الذي تحتمي به العائلة، الأب الذي كان حلمه قبل أن تفارق أنفاسه الحياة أن يرى ابنته تتميز بنجاحها، واليوم تحيي وفاة أبيها بحصولها على المرتبة الأولى بين أقرانها في الثانوية. الكل يعرف الظروف اللي مر بها طالب السادس من مظاهرات من كورونا، بالإضافة إلى الظروف الخاصة اللي مريت بها أنا واللي هي من عدن وفاة والدي والحالة النفسية اللي مريت بها، بس من رغم من هذا كله أنا ما استسلمت، لأن حلم والدي وحلم والدتي إنه أوصل وأحصل درجات اللي العالية وأطلع من الأوائل، والحمد لله أنا وصلت. وأتمنى من كل طالب دي يشوفني إنه لا يأس وماكو شيء مستحيل، يقدر يوصل لأي مرتبة هو يريدها. وطلاب الدور الثاني واللي مأجلين واللي يردون يعيدون لا تيأسون، وماكو أي شيء مستحيل، وأتمنى تتواصلون بدراستكم وتجتهدون لأن ماكو شيء يجي بالهين. الأم التي كانت خير سند وعون لتعوض فقدان زوجها لابنتها بالمتابعة والحرص على نجاح متواصل ليكون دور عمها هو بمثابة روح أبيها التي تدعمها بالتقدم نحو الأمام. زينب تعبت هواي، تعبت الليل كله قاعدة، النهار كله يعني تفترفت تدرس، وهاي حتى أكل ما تأكل، شاهد الله. وإن شاء الله الحمد لله والشكر إن حصلت النتيجة إن شاء الله اللي تريدها، وفرحتنا وفرحت أهلها وفرحت كل عراقي. بنت أخويا هي طلعت الأولى على مدرستها بالفرع التطبيقي بفضل متابعتنا لها وثمرة جهودها اللي تعبت وسهرت على تقديم الأفضل، والحمد لله طلعت النتيجة اللي تريدها. مديرة المدرسة التي حصدت ثمار جهدها اليوم ليكون دافعها لتربية وتعليم أجيال يراد بهم قيادة الغد لشاطئ العلم والمعرفة. أنا مديرة إعدادية اليرموك، مديرتها زينب جميل. طبعا هي من الطالبات بالرغم ما كانت السنة استثنائية، بس هي كانت تعبانة على نفسها يعني، وبالرغم ما ظروفها كان صعب، والدها متوفي وحالتهم يعني شوية تعبانة، بس أمها ساندتها، وإحنا المدرسات يعني بدايتها ولو فترة الدوام كانت قليلة بس كانوا المدرسات قريبين يومهم. صفحات قلبتها زينب للوصول إلى درجة التميز وسط ظروف استثنائية يمر بها الطالب العراقي بحصولها على المرتبة الأولى في محافظة كربلاء. لقناة تغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.